الوصفة بقى اللي جاية دي يا بناتي حلوين لتنعيم الشعر، اللي عايزة تنعم شعرها. ادي صفار بيض اللي انا لسه فاصلاه، هنحطه مع زيت زيتون، معلقتين زيت زيتون او ثلاثة حسب طول شعرك. المقادير دي كلها احنا بنقولها لك، ولكن انت اكتر واحدة في الدنيا تقدري تحددي طول شعرك لحد فين. اهو، وهتسيبيهم على شعرك تلت ساعة، دي ممكن تعمليها كل اسبوع وكل 15 يوم، وهتنعم شعرك بطريقة مش طبيعية كده. ادي وصفة تنعيم الشعر.